بالرغم من أن قطاع النقل يتسبب بشكل كبير في مشكلة تلوث الهواء، لا تزال المبادرات لمعالجة هذه المشكلة في لبنان خجولة. لهذا السبب يتابع مركز IPT للطاقة إيبتك نشاطاته في هذا المجال، وقد نظم في 18 من أيلول 2017 برعاية معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب ورشة عمل حول قطاع النقل البري وتلوث الهواء في لبنان. عرض مركز IPT للطاقة خلالها نتائج الدراسة الصادرة في العام 2016 بالاشتراك مع UNDP ووزارة البيئة.